الاخوان اللهم بارك كما كتشوفوا معنا اليوم الاحد سكر مدينه اكادير سبع اللهم بارك ديال طائر الكناري اليوم راه سمع موجوده كما كتشاهدوا معنا الحمد لله السوق ديال الكناري اليوم موجود بالنسبه للعشاق الناس اللي كتشوفونا على لي كناري عندهم السلعه موجوده بشتى الالوان والاشكال والظفارات بالنسبه لهاد لي كناري هنا شي شحال 75 درهم كما شفتوا الاخوان اللهم بارك بالي معاهم شي بيسات ديال مي سنتيواد هادو كاين تذكر بالنسبه لشحال دوك سنتيواد مي سوفا 1000 ريال اللهم بارك 50 درهم الاخوان تسمع الثمن سمعتوا هنا راه 50 وبالنسبه لهادو اخرى اللي هنا هادو 100 درهم كما سمعتوا الاخوان بيسات هنا راه فيهم شي مي فيهم صفر مزلد اللهم بارك كما شفتوا هنا وبالنسبه لهادو الاخرين هنا هادو 50 درهم كما سمعتوا الاخوان اللهم بارك وبالنسبه للاخرين هادو هادو 100 درهم فيهم الدم ديال الموزايك هادو ياك والشيمي اللهم بارك كي تطرا في المستوى راه كتهضر على راسها بلا ما نبقى نشكروا على الاخوان وبالنسبه لنا الذكوره معزولين ياك شحال؟ 100 درهم الذكوره معزولين هادو داوين كلشي داوي اللهم بارك بالنسبه للذكوره اللي خصو الذكوره معزولين 100 درهم الله يستر اللهم كما شفتوا هنا اللهم بارك السلعه راه نقيه نكون نور الدين اللهم بارك وسي نور الدين راه غبر علينا اللي شحال هادي ما جا اليوم مي جا راه جاب الجديد اللهم بارك الله يسر لهم كما سمعتوا راه الكره راه داويين الله يسر وبالنسبه للفاتجه هنا بيريش بشحال 1000 ريال كما سمعتوا الثمن ديال البيع والشراء راه هو هذا الثمن الحقيقي ديال الفاتجه الله يسر الامور اللي خصو شي حاجه راه يتواصل مع خونا نور الدين بالنسبه للتليفون ديال 06 11 93 93 الله يسر مرحبا هنا ولا البيع حتى في الدار مرحبا بك الله يسر خويا مرحبا الله يكبر بك خويا نور كنشكرك السلام عليكم وبالنسبه للاخوان عشاق الكنار اللهم بارك كما كتشوفون اللوينات كيفاش هنا فيهم مخلطين بالدم ديال الموزايك وجه اللهم بارك بالنسبه للاخرين هنا برونز بالنسبه للكنار ما شحال ديال السياسات 130 كلشي بحال بحال ياك كيما شفتوا كاين هادو كاين الشابوات 100 درهم الشابوات 100 درهم عندهم عليكم كيما شفتوا السلعه راه نقيه اللهم بارك راه داوي على راسها وبصحة جيدة الله يسلم وبالنسبة للذكور هادو هنا الذكور هادو هنا الأورونج هادو إيه هادو أورونج شيميل بالنسبة للثمن 140 كيما كلشي بحال بحال هادو 140 ياك هادو الشيميل هادو اللهم بارك كيما شفتوا الإخوان هانتوما بالنسبه لهاد لي شيميل هادو كلو 140 وبالنسبه لهاد المزلجين هادو الذكور 2200 هادو 110 درهم عليكم كيما شفتوا راه بالنسبه للكلام راه داوين اللهم بارك الكلام راه كاين كيما شفتوا الله يستر اللهم مولاهم اللي بغا شي حاجه راه غادي يتواصل مع الاخ الاخر بالنسبه خلينا التليفون ديال 06 96 61 62 21 الله يستر لك الامور معنا الاخوان الله الشاق لا قول اللهم بارك كما كتشافوا معنا هنا في البياسات كما عاد في سوق تيوم مدينه اكادير اليوم الاحد 26 اكتوبر اللهم بارك بالنسبه لهاد اللي قول واصلي يقول كوبلات هادو كوبلات اللهم بارك ديجا خدامين ياه والثمن اخر ثمن 500 درهم اخر ثمن الكوبله كما سمعت الاخوان وبالنسبه لهاد الزويجه هادي ديال فيشره ديالك اللهم بارك ديجا حتى هي خدامه اللهم بارك كما سمعت الاخوان حسبها الثمن هي كنقولوا 350 350 كما سمعت الاخوان وبالنسبه انا بالي واحد التكير ديال ميسور التكير ياك ميسور داوي ياك وبالنسبه للثمن ديالو هو مازال ما او علاش خاص تعرفوا انت اللي مش سلع ايه 700 درهم للدار ايه ايوا صافي انت هذا قول 700 واللي جاب الله يسخر المولاه الله يحفظك بالنسبه خلي التليفون ديالك اللي بغا شي حاجه يتواصل معك التليفون ديالك 06 68 78 82 82 82 الله يسر لك الامور وبالنسبة للعشاق ديال البلوصر اللهم بارك عليهم كما كتشوفون البياسات اللهم بارك انتم بالنسبة للناس اللي كتسول على البلوصر انتم البياسات ديال كورونا وبلوصر بالنسبة لهاد البياسات ديال البلوصر هاد العام هادو ولا عندها فيهم هادو ديجا خدامين فيهم كوبلات ديجا خدامين كما شفتوا بالنسبة للثمن ديالهم 250 درهم البياسة اللي خدامين كما شفتوا اللهم بارك نعم
ولا 200 اللي باغي يجمل الثمن 220 درهم بياسة 250 قابل للنقاش الثمن باقي قابل للنقاش كما سمعت الاخوان بالنسبه للسعر هي راه داوي على راس الله يسر الامور الماليه واللي خصو شي هضره يتواصل معاهم على الخاص من التليفون ديالك 06 23 91 91 91 01 الله يسر لك الامور الله يسر الامور انا اللهم بارك بالنسبه للعشاق البادجي كما كتشوف هنا البياسه ديال الريم ومستوى رائع اللهم بارك كما كتشاهدوا معنا بالنسبه لنا البياسه راه كما كتشوف واجدين في الخدمه بالنسبه للثمن هنا روال مازال ما بان لنا دابا والو لا صفر سبعة أربعة عشر سبعة وسبعين الله يسر لك الامور الله أكبر وانا اللهم بارك وبالنسبة للعشاق الكالوبسيت اللهم بارك طفرات هنا ديال كما كتشاهدوا معنا البياسة اللهم بارك الله في نوعين حمراء حبشي ايزابيل بالنسبة للسعر شحال؟ 160 درهم البياسة اللهم بارك واللي بغى شي حاجة جملة كاين الثمن ياك اللهم بارك ياك انتما كما تبغي كاين العدد ياك كاين لا كونتيتي اللي بغى الجملة راه كاين مدخولة مصطفى اللهم بارك ساعة كما كتشوف وبالنسبة للتليفون ديال 06 19 52 90 47 الله يسر لك الأمور اللهم بارك الاخوان بالنسبه للشاف الدريساج كما قلت انا واحد البياسه القصيره هنا ديال كالوبسيت بالنسبه لهادي شحال دايره هادي هضره هنا هادي 200 درهم الاخوان كما شفتوا بالنسبه اللي بغا يكمل مع الدريساج باقي اللهم بارك بالنسبه لهاد الزويجه هادي ديال هادي زويجه ولا فراخ هادو ديال لوتينو جوج نتواد لوتينو واجد اللهم بالنسبه للثمن 350 درهم كما كتسمع الاخوان جوج اللهم بارك اللهم بارك وبالنسبه للبياسه ديال الكنار 150 درهم الكوبلا اللهم بارك كما سمعت الاخوان البياسه الاخرى وبالنسبه لهاد الاخرى اللي هنا البيضين والورونج 120 درهم اللهم بارك وبالنسبه للشرادين 100 درهم الكره هادو غير جوج متواد هادو 100 درهم البياسه كما سمعت الاخوان اللهم بارك خصو شي حاجه غيطوف هنا التليفون ديال 07 09 96 96 93 93 الله يسر لك الامور وبالنسبه لهاد الحوت هذا اللي في هنا ديالك ماشي بياسات ديال الحوت الاخوان الناس اللي بغيت تلعب الحوت الصغير ماشي من راس النوع هذا داني اللهم بارك بالنسبه شحال دايره البياسه 15 درهم الاخوان كيما سمعتوا البياسات راه زوينين خصك هذا راه يتواصل مع الخاص الله يسر الامور و بالنسبه للاخوان اللي كيسولوا على التيشير الصغار ديال الدريساج كما كتشوفوا معنا هنا اللهم بارك كياسات المستوى ديالهم وهادو راه باقي ديال الدريساج هما الكياسات اللي كيقلبوا عليهم الخوت بالنسبه للثمن هنا جاوا شحال 120 درهم الحبه هنا اللهم بارك شي حاجه راه غيتواصل مع السي جواد من التليفون ديالو وبالنسبه ندوزو هنا عندي شي كياسات هنا ديال كرونطاي تا هما بالنسبه للاخوان اللي يسولوا على لي كرونطاي بالنسبه هنا شحال واصل هاد الكرونطاي 200 درهم اخي مصطفى الكوب كوب له 200 درهم كيما شتا الاخوان اللهم بارك وبالنسبه للكالوبسيت شحال باقي داير هذا الكالوبسيت هاد جوج تباعو هذا وهذا نبيع هنا هاد الفايل هذا ياك الفايل نبيع اللهم بالنسبه للحبشي البورتور هادو البورتور ديال 40 هذا اللهم بارك كيما شتا الاخوان بالنسبه للثمن ديالهم الثمن ديالهم 350 350 بالنسبه لذاك الزوبيل هو شحال الجزائر هذا توال في الراديه شحال الثمن ديالها 150 درهم كما سمعت الاخوان اللهم بارك هذا راه يتواصل مع السي جواد سي عرفتي وبالنسبه لهذا الشريط ناض عندك هنا هادو 200 درهم الواحد هادو 200 درهم هذا محمر في القفاز هذا لا هذوك الزور هادو اللهم بارك كما شفت الثمن 200 درهم في البياسه الله يسر لك خلينا التليفون ديالك السي جواد 06 06 07 00 09 82 الله يسر لك الامور كما شفت السي علي عند السي جواد اللي خصك شي حاجه راه يتواصل معاك Oh,
معنا اللهم بارك على اخواتي ما كتشاهدوا معنا انا احد المتبعين ديال القناه ديال الشباب ديال سوق مدينه اكادير احد السكان من المنطقه عزاز اوري الناس ديال اوري محباب الناس ديال سوق كثير مدينه اكادير كنشكروه على القلم ديالو مع الوالد ديالو راه تقدا البيسه وريهم السي حمزه شنو ديتي اليوم اللهم بارك وفلا ديالك لطيف تحياتي ديال السي حمزه وتحت شيها الله يحفظك انا الاخوان بالنسبه للناس عشاق الاسماك كما الزينه لا من الفوق من التحت غيبان كل شيء اللهم بارك كما شفت هنا القياسات ديال بالنسبه للسميه اللي كاين هنا ديال هذه الحويطه ديال هنا كاين الكيبي والسلاطي والكسيفو اللهم بارك بالنسبه للثمن اللي بغى شي حاجه 4 دراهم كما سمعت القياسات راه رخيص الثمن راه في المتناول الله يسر اللهم بالنسبه خلينا التليفون ديالك 0620 65 65 97 97 المهم اللي خصو شي حاجه الله يبارك الله يطول عمرك على الدار البيضاء السلام عليكم الله يسر لك الامور وبالنسبه لنا الاخوان كما كتشوفوا معنا بالنسبه للعشاق الكالوبسيت اللهم بارك بالنسبه للكالوبسيت البينو البورتور ديال البينو اللهم بارك الساعه كما كتشوفوا موجود الخير اليوم في السوق هنا في مدينه بالنسبه للكالوبسيت ولا بالنسبه حتى للكناري كما شفتوا وبالنسبه لهنا الثمن ديال هذه السلعه بالنسبه للالبينو 300 درهم عندما كاين ما سمعت بالنسبه للثمن اللي كاين اليوم هنا في السوق وبالنسبه للبورتور 200 درهم اللهم بارك بالنسبة لذوك الحبشي درهم 150 المهم قول ليه كل واحد كيشوف السوق شنو داير ياك الله يسر اللهم بالنسبة للسلعة الحمد لله راه موجودة الخير موجود اللهم بارك واللي خصو شي حاجة راه يتواصل مع الأخ على خاص بالنسبة للتليفون ديال 06 96 19 19 11 الله يسر لك الأمور كنحيوك مرحبا الله يكبر بك تحياتي كنا كتشجعنا باش نستمروا في هذه الولعه هذه الله يكبر بك القضيه مريضه شي ولكن الحمد لله الحمد لله ان شاء الله هذا بات زياده القضيه ضروري الحمد لله هادشي غادي يرجع للثمن ديالو الاصيل ولا عادي ترجع كما كان ان شاء الله هذا بالمجهودات ديالكم الحمد لله صابرين الله يسر الله والله يكتب بارك الله فيك كنحيوك اخويا وكنتمنى يكون التوفيق في القناه ديالك الله يكبر بك الحمد لله الله يسر لك امور كنشكروا كنشكروا الناس ديال التمسيه اللي كيجيو عندنا حتى السوق مدينه اكادير تحياتي لكم مرحبا وبالنسبه لنا بيسا اخوان الناس ديال الدريساج اللي كتعشق الديكورات ديال الدريساج ديال لي كوكتيل وليزانس بالنسبه للبيسا هي موجوده حاليا من الصون اليدوي ديالنا واللي خصو اي حاجه مرحبا على الرقم التالي الله يسر لهم داكشي اللي كاين خويا كاين حنا البياسات راه كيهضروا على راسهم داكشي اللي كاين كل واحد راه كيبيع بالثمن اللي هو لا لا البياسات اللهم بارك ناضي الله كما شفتوا لي خويا هنا البياسات ديال الريد فاكتور كما كتشاهدوا معنا هنا البياسات اللهم بارك كما سمعتوا راه واجدين الله يسر لهم الامور بالنسبه للثمن شحال كتقول الثمن ديال البيع ديال البيع بالنسبه للفيريلا يا الاخوان تا هي راه قال الفيريلا الكونتاكت اللي بغى شي حاجه بالنسبه لها انتم السلاره بيجمل هادشي كامل الشيشات ديالهم بالكونتاكت الناس اللي كتصور على الكونتاكت راهو مرا شوف المهم راه بيجمل كلشي كما سمعتوا راه ماشي جاي الثمن ديال التسقيط بيجمل كلشي بالقمر بالبقاج بالسلعه هادشي كامل اللي جاب هنا والله يستر الامور بالنسبه اللي بغى شي حاجه هذا حتى هو اللهم بارك المهم الثمن قلت لي كلشي شحال
50 فرانك 1500 درهم كلشي كلات ومازال سيباري ومازال دكات وتكات قابل للتفاوض. خلينا التليفون ديالك اللي بغاش يجي يتواصل معك 06 43 انا بالنسبه للسلعه اللي شتري اخو كيما سمعتوا راه الثمن كيقول الثمن ديال الجمله كلشي بيجمل السلعه هنا هي بالنسبه للتليفون راه خلاه ليكم الله يسر الامور. تدوي دوي دوي قول شي حاجه عاد نعطوك يلا قول دوي دوي اللهم بارك ماشي مشكل المهم على الله والمولى وبالنسبه للثمن شحال وصل 1000 داكشي تيسوني علينا بنادم على الخاص الثمن في الخاص ياك الله يسر الامور هكاك مزيان الله يسر الامور بالنسبه للطياق كما شفتوا الاخوه ديال العش اللهم بارك اجي تولع به وتلقاو عليه وبالنسبه لهذا الطير هذا هنا ها الطير هذا ديالك شحال الثمن ديالو توا في الخاص دابا لا خصو بنادم شي لعبه يدوز عندي الخاص لا خصو يعرفو كاين اللي كيبغي يسول على الثمن من السوق كاين اللي كيبغي شحال عنده في القفز هذا الطوير هذا جدر ولا جدر هذا جدر شحال عنده في القفيز اللهم بارك عنده شي عام وشي حاجه عام تبارك الله والزياده كما سمعتوا الطوير راه مصفي ناضي اللهم بارك مليح الكلام كلشي كلشي كاين كما سمعتوا الطويرات راه ديال خونا مكناسي كما العاده باش يكون في راسكم الاخوان المهم اللي خصو شي حاجه راه كما قال لكم الثمن راه في الخاص الله يسر الامور اللهم بارك وبالنسبه لهاد الحداده مكناسي شحال وصل دواء قديم هادو كيما سمعتوا الثمن بالنسبه للطويرات اللي عند مكناسي اليوم راه كيقول لكم اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه وما تخلص حتى تسمع اللهم بارك فيما سمعتوا الاخوان دابا كتقول لبنادم الثمن كيسمع داك الثمن كيهرب كيقول لك واه ماشي مشكل يقول لك بالنسبه للطويرات هادو ديال كيما سمعتوا الاخوان الكلمه الطويرات ديال مكناسي واللي خصو شي حاجه كيما قال لكم ما تخلصت تجي تسمع عنده هنا الى بيت الثمن راه في الخاص الله يسر لي الامور خصو يكون هنا في المستوى ديالك ياك بحال قبيله بعد عليه خلي غادي يجي راسو هذيك